ألا يكفي الإسلام كمذهب واحد يجمع كل الفرق الأخرى؟ وما هي العوامل المساعدة على توحيد المنهج؟ وما أهمية هذا التوحد؟ ونقول قل للشباب اليوم بورك غرسكم، دنت القطوف وذللت تذليلا، حيوا من الشهداء كل مغيب، وضعوا على أحجاره إكليلا، ليكون حظ الحي من شكرانكم جما، وحظ الميت منه جزيلا. ناشدتكم تلك الدماء زكية، لا تبعثوا للبرلمان جهولا، إن أنت أطلعت الممثل ناقصا لم تلق عندك ماله التمثيل، فادعوا لها أهل الأمانة واجعلوا لأولي البصائر منهم التفضيل، إن المقصر قد يحول ولن ترى لجهالة الطبع الغبي محيلا. إلى الكتاب. ما أجمل نهضتنا بإذن الله، ما أروع يجمعنا رسول الله، كتاب أمة كتاب قومة نهج رسول الله، كتاب نهضة كتاب وحدة حبيب رسول الله، ما أرقى أن نحيا بإسم الله، ما أغلى يهدينا رسول الله، بيان واضح مورد مجدد روح رسول الله، كتاب نهضة كتاب وحدة حبيب رسول الله. السلام عليكم إخوتي الأحبة في وطننا الإسلامي الكبير ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بمعية الله وطيب حياتكم بنور حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا وإياكم ممن أحبهم واصطفاهم وقربهم وأقامهم لأمره، وجنبنا وإياكم أن نكون من الغافلين المبعدين المفرطين القاعدين، اللهم آمين. وموضوعنا اليوم آن الأوان لوضع مذهب يسمى الإسلام ولا غير، وإيجاد حالة من التكامل بين الفرق. يا شباب، مثل ما بتعرفوا لكل مقام مقال، فكلما كانت الحاجة للتغيير والإصلاح أكبر، كلما احتجنا لقوة دافعة أكبر. وهذه سنة الله في الكون منذ بعث الرسل حتى أفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين استمرت على رأس كل 100 عام من يجدد للناس دينهم. فما بالكم يا شباب بعد هذه السنين وكبر هذا الانحراف، وضللنا كثيرا عن سواء الطريق وعن الصراط المستقيم. ما بنحتاج لقوة دافعة وتغيير قوي للعودة إلى الصراط المستقيم؟ يا شباب، ممكن البعض يحكي إنه بقاء الفرق والأحزاب والمسميات والطوائف وكل الناس تشبعت من مذاهبها ومحيطها ودراستها، فهذا غير معوق للأمر. بنقولهم العبد لله معكم 100%، ولكن لو نظرنا على أرض الواقع، أسألكم بالله، ما بدنا تنظير، ما زادنا هذا تفرق؟ انت سني وانت صوفي وانت شيعي وانت مش عارف ايش وانت وهابي وانت اشعري وانت، ما زادنا هذا تفرق على ارض الواقع؟ ما زادت الشحناء بيننا على ارض الواقع؟ الحين لما بيجي واحد بده يستفتي المفتي،
اطلعوا للعامة، هل بيقول له افتيلي على مذهب الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الشافعي؟ لا، بيجي بيقول له أعطيني الفتوى، يعني إيش يصح ولا يصح، إيش حلال وإيش حرام، دون النظر لهذا. فهذا يتطلب من تغيير الأسلوب والرجوع للنهر إلى مجراه الأول، وخصوصا يا شباب إن هذا مراد الله ورسوله. يا شباب هون لا نتكلم بما نقتنع، فأكثر ناس غيروا من محيطهم وأفكارهم وقناعاتهم قبل ما نتكلم هو العبد لله ومن يحيط فيه. يعلم الناس كم تغيرت الحياة كليا لنكون تبع لهذا الأمر. فهون يا شباب الوظيفة بيان ما يحب الله ورسوله، والرجوع للأصل ليس كما أريد وإنما على مراد الله ورسوله. يا شباب إحنا بدنا نتعبد رب العالمين على ما نهوى وما عشنا وما ورثنا، ولا على ما يحب الله ورسوله؟ آن الأوان إنك تسأل حالك هذا السؤال. فإن كان على ما يحب الله ورسوله فالكتاب هو المنهج والسبيل والطريق اليقيني بكل وضوح ويقين من الحبيب صلى الله عليه وسلم مباشرة بإذن من رب العالمين عبر سنين. هذا اللي بده الحق. فإحنا هون لما بنحكي في أمر مثلا مثل جامع السنة لإمام الأمة، هذا الحبيب اللي أشار له إنه يرجع الأمر هيك، مش المسألة مسألة حتى إنه اجتهاد. مع إنه يا شباب على أرض الواقع كلما توحد الأصل توحد ما بعده تلقائي، اللي هي الأمة ستتوحد بإذن الله، وكلما تشتتت الأصول والثوابت تشتت معها المسلمين، وهذا ما نراه على أرض الواقع. فما نكون يا شباب متحجرين متعصبين لموروثات قد فرقتنا ولا يرتضيها الله ورسوله، كانت تفكك عبر السنين وتزيحنا عن الصراط المستقيم. آن الأوان الرجوع للأصل بما يحبه الله ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. لاحظوا الحين تأييد الآيات من قول رب العالمين لهذا الموضوع، وقال تعالى هو سماكم المسلمين، مش سني مش وهابي مش صوفي مش أشعري، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، فإيش المقرون؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. وقال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار. لاحظوا يا شباب مقرونات الوحدة وفوائد الوحدة وبشائر الوحدة، أمور عظيمة إنه بيبعد عنا الضلال وهذا التيه والتوهان، والأمر الثاني يد الله مع الجماعة، هذه المعية الإلهية اللي افتقدناها عبر سنين. وقال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحين نيجي لقصة اليوم وهي بعنوان قصة في الأدب وحسن التعليم. في يوم من الأيام كان الحسن والحسين يتوضأان، فوجدا رجلا كبيرا لا يحسن الوضوء، ففكر الصغيران في طريقة مهذبة ليعلما الرجل الوضوء دون أن يخجل منهما،
فتقدم الحسن نحو الرجل الكبير وقال له: هذا أخي الحسين يقول أنه يتوضأ أحسن مني، فاحكم أنت بيننا. فتوضأ الحسن فأحسن الوضوء، وتوضأ الحسين فأحسن الوضوء، ففهم الرجل أنهما يحسنان الوضوء، ولكنهما أرادا أن يعلماه الوضوء بطريقة مهذبة، فشكر لهما صنيعهما وأعاد الوضوء كما تعلمه من الحسن والحسين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. سبحان الله، لاحظوا انتم آل البيت وتربية النبوة دائما وأبدا. والحين نيجي للعوامل المساعدة على توحيد المنهج وقاعدة الانطلاق. الأمة الإسلامية ذات مذاهب نابعة من أصول واحدة، إذ نجدها جميعا تتفق تقريبا في أولا أصول العقائد الدينية، فهم يقرون جميعا لله عز وجل بالربوبية والألوهية والوحدانية والتنزيه، أن يشبه شيئا من مخلوقاته مع اتصافه بجميع صفات الكمال التي ارتضاها لنفسه وتسمى بها، ويقرون لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية لله أولا، وبالنبوة والرسالة من قبل ربه عز وجل، وأنه أرسل للناس كافة هدى ورحمة للعالمين، وأنه أحب الرسل والخلق إليهم وأعلاهم درجة ومقاما، ويقرون بالملائكة وكرامتهم عند الله وعبوديتهم لله كسائر مخلوقاته الأخرى، ويقرون بالعبودية وبالنبوة والرسالة لجميع من سبق سيدنا محمد من الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم، ويدينون بالكتب المنزلة كلها، وأن القرآن آخرها والمهيمن عليها، ويؤمنون باليوم الآخر لتجزى كل نفس بما كسبت. ثانيا، أصول التشريع العملي. الأدلة الشرعية المتفق عليها بين جمهور الأمة اللي هي القرآن، السنة الصحيحة، الإجماع، القياس. الأدلة المختلف عليها اللي هي الاستحسان والاستصحاب، سد الذرائع، قول الصحابي، العرف، المصلحة المرسلة، شرع من قبلنا. ثالثا، أصول العبادات، وهي ما تسمى بأركان الإسلام المتفق عليها. الشهادة، إقامة 5 صلوات مفروضة في اليوم: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. فلم يزد أي مذهب من المذاهب صلاة سادسة، أو ينقص واحدة فيكتفي بأربع. وجوب إخراج الزكاة من الأموال التي تجب فيها وفق شروط معينة وإعطائها لمستحقيها. وجوب صيام شهر رمضان في السنة، لا يبدل بشهر آخر ولا ينقص منه ولا يزاد عليه. وجوب الحج إلى بيت الله الحرام لمن توفرت فيه شروط الاستطاعة. رابعا، أصول المعاملات، فهم متفقون على تحليل ما أحله الله وتحريم ما حرمه الله، مثل حلية الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمراكب وجميع أنواع الطيبات من الرزق التي أخرجها الله تعالى لعباده، ومثل تحريم الخبائث المتفق على خبثها كشرب الخمر وأكل الربا والميتة ولحم الخنزير وحرمة السرقة والقذف والزنا والقتل. خامسا، على أرض الواقع، أغلبية الخلاف مصدره الدعاء والعلماء، وأغلب الناس لا يهمها التفاصيل، بل من أهم ما يشغلها هو الوحدة وتقوية الصف الذي هو فرض الوقت وواجب الساعة. الخطوات العملية لذلك،
اجتماع العلماء الربانيين من مختلف المشارب لوضع آلية لذلك في إطار التدرج وفقه الواقع وفقه الأولويات وإخلاص النية لله، وليس لسيطرة وإثبات المواقف، إلى أن نصل للمذهب الواحد وهو الإسلام ولا غير، هو سماكم المسلمين. نجعل المذاهب كالوزارات في الدولة التي تحتاج كل وزارة إلى الأخرى لإدارة المرحلة للوصول لمذهب واحد، وهذا من التدرج. أخذ الأيسر من الكل بحقه، بحقه يا شباب، وليس بالآراء الشاذة والفردية هنا وهناك، مثل اليوم ما بيستدعوا علماء السلطان، لاحظتوا عند المنقلبين العسكريين بدهم أي شيء، بيستدعوا أستاذ فقه مقارن وبحل اللي بدهم إياه، يعني آخر شيء النهفات، آخر النهفات، ما هي مش فتاوى يا شباب، بيقول لك الناس فيش مح تضحي بخرفان فضحي لك بطير، يعني أي شيء بدهم إياه سبحان الله بيجيبوا من على هذه الشاكلة وإفتي. واعتمادهم على إيش دائما؟ الآراء الشاذة، يعني أي عالم بيحكي أصلا. هل يجوز عمليا هيك تكون الفتوى؟ إنك تجيب الرأي الشاذ وتقول للناس طب أنتوا ليش بتخفوا هذا؟ هذا ضال مضل عن الحق. وليست المسألة إنه ليش بتخفوا عن الناس، مش هيك تكون أصلا الفتوى، ولا هيك ينزل الحكم أصلا. كلمة حق أريد بها باطل، وهي ما أكثرها تستخدم اليوم يا شباب. ثم نضع الحالات المحتملة لكل حكم لإنزال الفتوى عليه. لن يصلح الأمر إلا بما بدأ به أوله، كما بدأنا أول خلق نعيده، مع العلم باختلاف الصورة. يعني يا شباب إحنا نرجع لأصولنا بس مع اختلاف الأدوات بأدوات العصر، هذه السنة. هون يجب تصحيح المفهوم، وليست استخدام أدوات العصر هاي من البدع. إلى أن نصل للمذهب الواحد نتعاون مع بعضنا فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه، ثم إن شاء الله الوحدة الإسلامية المنشودة. لئن اجتمع الناس على ضعف في الرأي خير لهم من أن يتفرقوا على صواب فيه، مثل ما قال: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيه. يا شباب نختصر يعني ما سبق، منحكي إيش الحين؟ ربنا فرض 4 للعصر، 3 للمغرب. طيب أنا بدي أستزيد من الخير، بدي أصلي المغرب 5، فيها زيادة من الخير، هل يجوز؟ طبعا لا. ليش؟ لأنها العبادات موقوفة. طب ليش العبادات موقوفة؟ لأنها مربوطة وقريبة جدا ومختصة بالله عز وجل. فأنت لما بدك تعبد رب العالمين وتسلك له، تسلك له بما يحب. لاحظوا أنتم هون في زيادة في الخير، ولكن لا يجوز. هنا قيمة الكتاب يا شباب، إنه يردنا حيث مراد الله ورسوله بيقين ووضوح، وهذا اللي غاب عن الأمة لسنين. والحين نيجي للواجب الخلقي، تقديم العام على الخاص. قال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال حبيب صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. تعريف تقديم العام على الخاص: تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. يعني إن نكون كلياتنا يا شباب مسلمين، مذهب واحد، هو سماكم المسلمين، القرآن والسنة كلياته يتجه بهذا الاتجاه، وأنا لا، بدي أعلي علمي وفكري
ومحيطي وطائفتي وحزبي واللي تربيت عليه على الأمر العام. فهون أنت تعبد هواك وليس تعبد رب العالمين، بدك تمشي على هواك وليس بدك تمشي على الله رب العالمين. المصلحة العامة دائما فوق المصلحة الشخصية والخاصة. ليش بنحكي هذا يا شباب؟ لأنهم لا يتعارضان. المصلحة الشخصية تاعتك هي في داخل المصلحة العامة، وهون قوة النهج، وهذا هو الكتاب، إنه مصلحتك الشخصية داخلة في المصلحة العامة ولا تعارضها. أما إنك تعلي المصلحة الشخصية ولو كان معك الحق، ولكن اجتماع المسلمين أولى من الحق اللي معك. ضد التعريف هو تقديم الخاص على العام، تقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. والحين نيجي لحكم اليوم رقم 1: كثرة الكلام تورث الضعف. 2: الله حريص على أن يريك الصورة كاملة لتقرر وتسلك بصحة، أما الشيطان فحريص على أن يريك الصورة ناقصة فيعظم ما تحب لنفسك فتكون أسيره لتقرر خطأ وتسلك خطأ. 3: القياس والاتباع مصدران للتشريع لا يتقنان إلا بالاتصال بالله، مثل موقف سيدنا أبو بكر في حروب الردة. لا يوجد قياس أو اتباع، وفعله كان مخالفا لطبيعته. وأيضا مثل سيدنا عمر: الجبل يا سارية الجبل، وأيضا وكتابه إلى نيل مصر. والحين نيجي للنصيحة الطبية الوقائية، فالوقاية خير من العلاج. يعمل القرع على تخفيض نسبة الكوليسترول في دم الإنسان لاحتوائه على أحماض دهنية غير مشبعة، ويساهم زيت بذر القرع في زيادة الذكاء والحيوية الذهنية، حيث اكتشف علماء الطب مادة جديدة من القرع لها تأثير عظيم في تنشيط الدماغ وتنمية خلايا المخ، كما قد أثبتت الأبحاث أن القرع يفيد في الوقاية من أمراض السرطان. يعمل القرع ومشتقاته على اختراق مسامات الجلد، والتي بدورها تعمل على علاج التجاعيد والتخفيف منها. وأثبت خبراء علم النفس بأن للقرع القدرة على علاج الاكتئاب والإحباط الذي قد يصيب الإنسان. ومن المهم ذكره من فوائد القرع أنه قادر على طرد الدودة الوحيدة في المعدة، ويساعد القرع في عملية الهضم، وهو مدر للبول وملطف ومسهل، ويستعمل أيضا لعلاج البواسير. غني جدا بمضادات الأكسدة القوية، ويحتوي على فيتامين A وC وE، ويحتوي أيضا على الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم. ونقول دلالا في ميادين الجهاد، وتيها بالجراح وبالضماد، ورشفا بالثغور من المواضي، وأخذا بالعناق من الجهاد، وعبا من نمير الخلد يجري لمنزفة دماؤهم صوادي، وتوطينا على جمر المنايا، وإخلادا إلى حر الجلاد، وإقداما وإن سرت السواري بما يجدي وإن غدت الغوادي، وبذلا للنفيس من الضحايا، فأنفس منهم شرف البلاد، حماة الدار مس الدار ضر ونادى بافتقادكم المنادي. وأخيرا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
يا شباب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كفانا هزوا ولعبا، تعالوا إلى الله وإن شاء الله سننتصر به.